طيب السطر 59، هنبدأ من فوق الغرزة رقم 5 من بعد آخر كلاستر عندي. هنعد 1 2 3 4 5، تمام؟ الغرزة رقم 5، بقي عندي غرزتين قبل البريد. طيب هلف على ابرتي لفتين وهعمل فوق كل بريد من اللي هنا دول باللون الاخضر بريد بيه لفتين، واحد وفوق التاني واحد. هتجاهل الغرزتين اللي باقيين، غرزتين الحشو اللي باقيين، وهعمل فوق البريدين حشو نعملهم في الحلقة الخلفية. هلف على ابرتي لفتين وهاجي هنا فوق العمود اللي باللون الاخضر وهعمل عمودين اتنين بلفتين، واحد وفوق اللي بعده واحد وفوق ايه هو كمان واحد. يبقى انا عملت فوق اول واحد عمودين اتنين. هتجاهل غرزة واحدة بس وهعمل غرزتين اتنين حشو في النص، واحد اتنين. العمود اللي بعده هعمل فوقيه عمودين اتنين بلفتين، عمودين اتنين بلفتين فوق نفس العمود. انا بقول اعمدة بريد بريد يا جماعة، اسفة جدا. هنا بريد فوق كل واحد منهم بريد، بريد واحد، وهنا بريدين اتنين فوق كل عمود منهم. هتجاهل الغرزة اللي هي غرزة الحشو وهعمل فوق البريد حشو، واحد، واللي بعده كمان هعمل فوقيه واحد. مرة تانية هعمل فوق البريد اللي باللون الاخضر بريد بلفتين، هفوت غرزتين، واحد اتنين، وهبدأ من التالتة وهعمل 9 حشو، تمام؟ 9 حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة 5 6 7 8 و9. هلف على ابرتي لفة واحدة وهاجي هنا عندي 3 اعمدة باللون الاخضر. انا عايزة العمود رقم 2 او العمود اللي في النص، وهعمل بريد بلفة مطول، تمام؟ هتجاهل غرزة واحدة بس من ورا وهعمل بعد كده 7 حشو في الحلقة الخلفية فوق الكلاستر. هعمل حشو في الحلقة الخلفية فوق الكلاستر بتاعي، ضروري جدا خاصة في الكلاستر رقم 3 اللي هو الكلاستر اللي في النص، تمام؟ ده اهم واحد ان انا اعمل فوقيه حشو في الحلقة الخلفية. بريد بلفة مطولة فوق العمود الثاني من ال3 اعمدة اللي عندي، بعد كده 7 حشو. بتجاهل غرزة وبعمل من اول التانية 7 حشو. بريد بلفة مطول فوق العمود الثاني من مجموعة ال3 اعمدة اللي هنا، وهتجاهل غرزة وبعد كده 7 حشو، واحد اتنين. فوق الكلاستر بنعمل فيه الحلقة الخلفية. اخر بريد مطول، اتجاهل غرزة من ورا وبعد كده هعمل 9 حشو، تمام؟ 9 حشو مرورا بكلاستر، هعمل فوقيه حشو في الحلقة الخلفية. تمانية تسعة، بقي عندي غرزتين دولت مش هشتغل فوقيهم.
بس قدامهم هعمل بريد بلفتين، فوق اول بريد بريد وفوق التاني هعمل بريد. فوق البريد اللي باللون الابيض هنعمل حشو في الحلقات الخلفية، فوق اول عمود هعمل بريدين اتنين بلفتين. طبعا انا كده بدأت اكرر الباترون بتاعي، هتجاهل غرزة واحدة بس من ورا وهعمل اتنين حشو في النص مرة تانية، بريدين اتنين فوق تاني عمود، هتجاهل الحشو اللي باقي واعمل حشو فوق البريد في الحلقة الخلفية، فوق اول واحد وفوق تاني واحد برضو حشو في الحلقة الخلفية. بريد بلفتين فوق اول بريد وبريد بلفتين فوق تاني بريد، هتجاهل حشوين من ورا واحد اتنين وابدأ تسعة حشو. تمام، ده بطرون السطر بتاعي. لما نيجي فوق الكلاستر نعمل الحشو في الحلقات الخلفية. تمام، هكمل السطر بتاعي بنفس البطرون. خلص السطر ونرجع مع السطر الجديد.